بمركز طلعت حرب الثقافي أقيمت احتفالية بمئوية الروائي الكبير نجيب محفوظ بحضور هاشم النحاس مخرج فيلم نجيب محفوظ ضمير عصره والناقد الدكتور وليد سيف. وعلى الهامش أقيم معرض لأفيشات أفلام نجيب محفوظ وعرض مجموعة من كتبه. الحقيقة إنه إذا اتكلمنا عن نجيب محفوظ كاتبة السيناريو ده موضوع كبير، والناس برضه تطرقوا ليه بداية واللي اتعلمنا منهم أستاذ هاشم النحاس في كتابه نجيب محفوظ على الشاشة. وإحنا لما بدأنا نشتغل في الموضوع ده كان هو حجر الأساس بالنسبة لنا، هو المرجعية بتاعتنا أستاذ هاشم، وهيفضل مرجعية لكل الأجيال اللي هتشتغل في الموضوع ده أعتقد. أولاً لدقته الشديدة كباحث، وثانياً لموهبته كفنان فاهم سينمائياً كويس أوي، وثالثاً لقربه من الأستاذ راحل نجيب محفوظ. نجيب محفوظ يعني إذا كنا بنقول إن سيد درويش هو الموسيقار الذي صنع التطور الحقيقي للموسيقى المصرية زي ما قال علي رياض الصنباطي، نقول إن نجيب محفوظ هو فيلسوف وحكيم الزمان، حكيم مصر، إن هو غاص داخل الشخصية المصرية بكل هموم هذه الشخصية، بكل متناقضات هذه الشخصية، بكل إيجابيات هذه الشخصية، بكل سلبيات هذه الشخصية، وده سر عبقرية هذا الرجل. يعني المبدع الحقيقي حضرتك لا ينفصل عن الواقع، جزء من الواقع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بكل مجاميعه. قدرته الفزة حضرتك على انه يشرح الشخصية اللي بيقدمها، بيقدم حضرتك ابعادها المادية والنفسية والاجتماعية في الاطار اللي هو المجتمعي الموجود في هذه الاحداث اللي بتدور من خلالها موضوع الفيلم.